ايه هي باقات وي سبيس الجديده للانترنت المنزلي وازاي تقدر تختار منها اللي يناسبك؟ عشان تقدر تختار الباقه اللي تناسبك من باقات وي سبيس الجديده لازم تعرف الاول الحد الاقصى للسرعه اللي يقدر خطك يقدمها لك، وده بيكون من خلال الدعم الفني عن طريق اتصالك بخدمه العملاء على 111 او 19 ثلاث سبعات او انك تزور اقرب فرع من فروع وي. كمان لازم تبقى عارف طبيعه استخدامك عشان مش كلنا بنتعامل على الانترنت زي بعض، يعني لو بتستخدم الانترنت عشان السوشيال ميديا والايميلات والحاجات البسيطه دي 140 جيجا شهريه تكون مناسبه جدا ليك. اما لو ليك في اليوتيوب وفيديوهات الفيسبوك والمزيكا هيناسبك ال 250 جيجا وتكفيك. اما بقى لو اهتمامك مسلسلات وافلام ونتفليكس فهتكون باقات 600 جيجا بايت هي الانسب ليك، ولما باقتك تخلص تقدر تختار من باقات وي الاضافيه المختلفه عشان تستخدم الانترنت بنفس سرعتك. ولو جه ميعاد تجديد الباقه وما لحقتش تجدد تقدر تستفيد من خدمه سلفني الجديده اللي بتقدم لك 48 ساعه انترنت بساعه محدوده عشان تقدر تكمل على الانترنت بسرعتك الاساسيه وتحاسب عليها بعد ما تشحن. وي بتغير الانترنت في مصر دايما. بسيطه مع وي.